طيب مشاهدينا، للمزيد حول فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي صحة أفريقيا بينضم إلينا من مركز المنارة الآن الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من هناك. عوض، تحيتي لك في البداية وإليك الكلمة، تفضل. أي خالص، التحية. فعاليات المؤتمر الطبي الأول الذي تستضيفه مصر وهو مبادرة من الدولة المصرية، مبادرة خالصة. فعاليات هذا المؤتمر ما زالت مستمرة حتى الآن، ويصاحب هذا المؤتمر كما تعلمين معرضا دوليا كبيرا للغاية يضم أحدث ما توصل إليه العلم واكتشافات حديثة في مجال الخدمات الطبية والدواء، وفي المقدمة بطبيعة الحال إنتاج مدينة الدواء. هذه المدينة التي تمثل طفرة كبيرة وإضافة حقيقية قوية للاقتصاد القومي الوطني. إذا عدنا إلى طبيعة الجلسات المستمرة حتى الآن، محورها الرئيسي آية هو التجربة المصرية على عدة أصعدة، ونتحدث هنا عن التجربة الطبية في القطاع الطبي والقطاع الطبي الحيوي الذي حدثت به نهضة كبيرة على أصعدة متعددة. التجربة الأولى التي احتوت على قدر كبير من النقاش والجدال الإيجابي حول قدرة مصر في وقت قياسي للغاية أن تعبر أزمة كان يعاني منها جيلا بعد جيل، وهنا نتحدث عن فيروس سي، وربما الحوار الذي تم اليوم من قبل سيادة الرئيس ومع الضيوف الكرام وعدد كبار من العلماء، وكان في مقدمة هؤلاء العلماء العالم الجليل الذي اكتشف علاجا لفيروس سي. وهذه الندوة نحن بجوارها الآن تتحدث عن هذه التحديات في القارة الأفريقية، والرجل كان كأنه يتحدث إلى العقل الجمعي المصري. افتخروا بما أنجزتموه وبما حققتموه في فترة قياسية للغاية، حينما سخرت الدولة المصرية كل إمكانياتها القومية للقضاء على هذا الفيروس في وقت قياسي للغاية. هذه التجربة المصرية حسب وصف عدد كبير من العلماء هنا يجب أن تدرس ويجب أن تنقل إلى العالم أجمع. التجربة الثانية هي تجربة مصر في التعامل مع فيروس كورونا وتداعيات فيروس كورونا التي أثرت سلبا على عدد كبير من العواصم في العالم، لكن مصر أنها عبرت الأزمة فقط لكن استفادت أيضا منها حينما تحولت إلى مركزا لوجستيا استراتيجيا عالميا لإنتاج اللقاحات. هنا نتحدث عن مبادرة سيادة الرئيس اليوم بتوفير 30 مليون لقاح للأشقاء الأفارقة. التجربة المصرية الثالثة هي التأمين الصحي الشامل الذي سيكون كل المصريون جميعا تحت مظلة هذا التأمين الصحي يستفيد منه حاليا على أرض الواقع. نتحدث أي عن 5 ملايين مصري من بورسعيد إلى السويس ومن إسماعيلية إلى جنوب سيناء حتى الأقصر، والحبل على الجرار كما يقولون قبل مبادرة 2030 سيكون كل المصريين تحت مظلة مشروع هذا التأمين الصحي الشامل. التجربة المصرية الرابعة الخاصة بالكرة حياة كريمة وفيها قطاع الصحة، كم تهتم الدولة في هذا القطاع بشكل كبير للغاية. نتحدث عن القوافل الصحية والتوعوية، نتحدث عن قطاع الإسعاف وغيره من الإنشاءات الصحية التي يتم عمل عليها في هذا المشروع الاجتماعي الأضخم ربما في هذا القرن، ولم يسبق لأي دولة في العالم أن اهتمت بهذا من خلال مبادرات رئاسية عديدة، الاهتمام بالطفل والاهتمام بالمرأة وغيره وغيره. كل هذه الأفكار وكل هذه الاطروحات هي الآن بين أيدي الأشقاء الأفارقة، كما تحدث اليوم سيادة الرئيس أنه ليس كلاما في السياسة ولكن هو تدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين القاهرة وبين كل العواصم الأفريقية. بعد قليل سيكون هناك تكريم وسيكون هناك احتفالية بمرور 100 عام على إنشاء الجمعية الطبية المصرية، هذه جمعية ربما الثانية في تاريخ الطب العالمي. مصر هي لديها تجربة رائعة في مجال الطب أشاد بها ناس كثر هنا وعلماء أفزاز حينما جاءوا وحضروا. نتحدث عن أكثر من 3000 ضيف من كل الجامعات العالمية وتحديدا الأفريقية الذين رأوا ما رأوا وسمعوا ما سمعوا. يعني أنت تحدثت عن جلسات وكذلك أيضا عن المعرض الطبي، ماذا يحتوي تحديدا هذا المعرض وكذلك أيضا الجلسات؟ يعني أهم الجلسات، كم جلسة تحديدا كانت، ماذا تحتوي؟ يعني كل هذه التفاصيل إن كانت معك عوض أكون شاكرة جدا ليك. مظبوط، نبدأ أولا بالحديث عن المعرض. فهذا المعرض يعني أجنحته طويلة وعريضة وتحوي أحدث ما توصل إليه العلم من اكتشافات لها علاقة بالطب من كل الجوانب. نتحدث بشكل مباشر عن إنتاج الدواء، كنا نتحدث مع أحد العلماء منذ قليل قال أن من أهم التجارب التي استفادت منها البشرية جراء فيروس كورونا بأن الحديث عن الصحة بات أولوية قصوى تجاه 7 مليون من البشر، وبالتالي الإنتاج الخاص بمجال الطب يتمثل أو
الأحدث في مجال إنتاج الأدوية هناك أكثر من جناح هنا في هذا المعرض. أيضا الإنتاجات الأخرى الخاصة بالطب البديل إنجاز التعبير، أو الأجهزة التشخيصية، الأجهزة التعويضية، مراكز المختبرات، المراكز الأشعة، كل ما له علاقة من قريب أو من بعيد بمجال الطب وأحدث ما وصل إليه. الأهم هو أن هذا المعرض هو الأول من أفريقيا، وهذا المؤتمر هو الأول في أفريقيا، وكما تعلمين هي مبادرة مصرية خالصة تبناها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل فترة، واليوم تجسد ذلك على أرض الواقع من خلال هذا المؤتمر الذي سيستمر عدة أيام، البداية اليوم والنهاية ستكون بعد غد إن شاء الله. إذا ما عدنا لطبيعة الشق الآخر من سؤالك وهو الندوات، الحديث عن الندوات متعددة لأنها لها يعني عناوين كثيرة، نتحدث عن الأمراض المتوترة، ونتحدث عن الفيروسات، ونتحدث عن إشكالية إنتاج الدواء، لأن الدواء بات أمرا استراتيجيا مهما. من يملك الدواء هو يملك القدرة على التعامل مع أي متغيرات سلبية يواجهها هذا القطاع، وربما العالم كله تابع ورعى تداعيات الأزمة الخاصة بفيروس كورونا. كانت هناك عواصم تتخطف من بعضها البعض هذه اللقاحات وقتها، حينما مصر استطاعت في فترة زمنية لم تتعدى 24 شهرا أن تتحول إلى مركزا لوجستيا مهما من خلال تواجد بنية أساسية كبيرة في 6 أكتوبر، أو مخازن استراتيجية عظيمة موجودة في مدينة حلوان. كل هذه الإمكانيات باتت الآن ليس مسخرة طبعا للأمة العربية والمصرية، بل مصر الآن من خلال وجودها القوي في أفريقيا تستطيع بكل سهولة أن تنقل هذه الخبرة وكل هذه التجربة وغيرها إلى كل الأشقاء الأفارقة. وبالتالي كان حديث اليوم سيادة الرئيس وإعلان لهذه المبادرة المهمة. على كل حال نعود إلى النقطة الأخيرة الخاصة بحفل التكريم الذي سيبدأ بعد قليل الجمعية الطبية المصرية. كنا نتحدث أي عن أنها الجمعية الثانية عالميا، وهذه الجمعية لها دور بارز في حياة الأطباء، وكل طبيب وكل طبيب يلتحق بكلية الطب أو نقابة الأطباء يعرف أن هذه الجمعية كم هي مهمة للغاية. كل العلماء الذين حضروا هذا المؤتمر سيحضرون هذا التكريم، وسيكون هناك فيلما تسجيليا، وهذا يعكس التجربة المصرية الرائعة في مجال هذا الطب. مدرسة الطب هي هذه المدرسة المصرية سباقة دوما منذ قصر عين، ومن قبل قصر عين فهذه الجمعية الطبية هي التي أسست دار الحكمة، أول نقابة للأطباء في العالم العربي وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط. على كل حال ندوات رائعة مثمرة، والنقاش يبدو أنه سيكون له ما بعده من تمديد أو تأكيد أواصر الأخوة مع العالم الأفريقي، ليس فقط في الجانب الخاص بالطب، ولكن سيكون له انعكاسات بعده إن شاء الله في الاتجاه على الصعيد الاقتصادي وغيره عما قريب إن شاء الله. هذا هو ملخص المشهد هنا من مركز المنارة بشأن المؤتمر الطبي الأول أفريقيا، والذي تشرف اليوم بوجود عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من مركز المنارة، وكذلك أيضا من المؤتمر الطبي الأفريقي صحة أفريقيا. دائما مجتهد عوض، ومعك الجديد والتفاصيل الجديدة. عوض الغنام أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.